ازيكم شباب، معكم حلقه جديده مع ايست تيوب. جينا عشان نلعب لعبه امونج ذا سليب. كان دعمكم عليها اسطوره شباب، وصلتوا لاكثر من 12000 لايك، شكرا لكم يا شباب. والنهارده باذن الله هتكون الحلقه الثانيه، فما تنسناش بقى باللايك. ولو انت لسه خايف معانا، اتمنى منك تشترك معانا في القناه. خلينا نفتح بقى الباب ده. اخر حاجه كنا وصلنا عند ايه ده؟ انا مش طايله ليه شباب؟ ايوه يا عم انت تستابل طبعا. ده يعني انت نطيت كل المسافه دي عادي؟ يعني الحياه حلوه. افتح ده المكان بقى اللي ما لقيناش فيه مامتنا، كنا عايزين نخش الباب ده. ف خلينا نجري سريع سريع. انا عايز اشوف بس. اه في عندنا حته ورا هنا. ايه ده؟ اه ماما وبابا، بس الورقه بينهم مقطوعه. استنى افتح هنا كمان الجزء ده، مفيش اي حاجه. طب نفتح طيب التاني يمكن نلاقي حاجه. مغوشه منغوش الورق. ماشي، نقدر نطلع من هنا، نشيل الحاجه. دي اللي كانت بكهربانا. عايزين بقى نشوف بقى اللي ورا الباب ده. يلا. ايه ده؟ لا المكان الضلمه ده. لا يا جدعان، هي قاعده بتغني. اقفل اقفل، مفيش حاجه هنا. اه ده المكان اللي احنا شفناه من عند الدولاب. ايه اللخبطه دي؟ مش دي الرجلين اللي شفناه وكان في صوت هنا غريب؟ الصوت اللي هنا راح. اه خلينا اخش هنا. طيب اكمل. والله يا ماما انت رعباني معاك بالقلق اللي احنا فيه ده. تلاجة. بس عايز افهم احنا ايه اللي رج... اه ده المكان ده لما حصر. لا مين ده؟ طب اهرب منه ازاي؟ يا حلاوة. اه نطلع. ايوه طلع تيدي هو اللي هيحمينا. يا عم تيدي. اه على القلق اللي انا فيه، عايز اجري بسرعة بسرعة. يلا يا عم النونو انت بتحبي. اما نونو صح نسيت. يلا يا عم شد حيلك شوية. كان في وحشة غريبة شباب ماسك زي السطول. شكل ده هنقابله الفترة اللي جاية. يا حلاوة. زي كأننا بنعمل تليبورت. هننزل القب. قدرنا في مكعبات. هاي هلو. Look at mommy's necklace. Can you see our reflection? It's you and me. It used to belong to your grandma. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? والله يا جدعان بدأت أقلق، وصوتها ده بيخوفني أكتر. يا حلاوة. هنخش في البتاعة دي عشان ننزل تحت. مفيش أي حاجة تانية هنا موجودة؟ شايفين النونو؟ يا انتي كماله يا انتي. خياله جامد أهو الدبدوب تيدي. يلا. شطورة. ننزل بقى في الزق. أوه طب المسافة دي ممكن تضيعنا. خلي بالك. لا فكرت هيقع فيها ويروح ونعيد المرحلة دي كلها. Are you alright؟ منظر هنا شكله غريب عجيب. في لك لا ولا اللي جابك هنا؟ اه ممكن عشان حمل يعني علينا؟ تعالى يا تيدي يلا تعالى ورايا. ده احنا زي ما كأننا دخلنا. A playhouse. What's that doing here? مش عارف يا تيدي، خلينا نروح نستكشف. هو الخشب هتتكسر. يلا يا عم انت بتستقبل. قاعد رايق والله. افتح الباب. Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. طب تعالى تعالى. والله انت رايق يا عم. انت بتدوب زي العسل. ندخله من هنا.
يا شقي. افتح خلص انت نسيتنا. طب حلو. Look at this place. يا ابني استهبل. اشمعنى الرقم ده اللي مسكه؟ نفتح تاب. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. طب ازاي ليه عم تقفل الغلاسه دي؟ It seems like these are connected somehow. يا هنقعد نظبط الكلام ده؟ متعود هو على الغسالات السوسه. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? يبقى ماما بقى اللي شفناها واخدنا منها حاجه هنستخدم الاداه دي. فخلينا اجرب. عارف بقى هينفع في المكان؟ نجرب هنا. اه بالظبطت كده. دخل يتي كمان. صوت غريب. بس كده اقفل دي. يلا نتحكم في دي كمان. ايوه لف اعمل نونو. الباب ده هيفتح. لوك بتنز. What happened? Why didn't it open? لازم مع بعضينا صح؟ Maybe we have to press both at the same time. صح كده. It seems like the memory you shared unlocked the door. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. طب ممتاز. It looks like we need three more. لسه محتاجين تلات حاجات يا مفتري. تعال يا عم تلك. يا شقي اقعد يا عم دماغك انت حاجة. اه في مفتاح. والله فكرت مفتاح. دي اداة عادية. يلا عم نونو انزل يا زعيم. Where are we? عارف هذه اللعبة بتاعته. عندنا مجموعة ألعاب تانية. المكان شكله يا جدعان مرعب. الزرعة دي ولعت لوحدها صح؟ كمل كمل. ما شاء الله. كل حاجة اوتوماتيك هنا. ايه الزرع الغريب ده؟ يلا يلا اطلع. شكلي في حشرات هنا. اطلع متيني. ايوه خليك معانا يا عم انا مش هبقى لوحدي. يلا. بس على فكرة الصوت سمعه قريب شوية. احنا شكلنا بدأنا نقرب لها. هو لنا واحد اهو. حلو. هذا زي كأنه اسانسير. والله غريب الاسانسير ده. شيل بقى عم جديد شوية. نجري هنا. يا ساتر ده انا سامع صوت اطفال بيلعبوا. Over there. It looks like another memory across that bridge. سامعين صوت العيال دول؟ اوه في زحلة تانية هنا. بس قبل ما انزل في حاجة تانية؟ لا. يلا يلا يلا. اه في تمثال هناك. ممتاز. هنخش هنشوف. طيب الحاجة بتاعتنا. عندنا تمثالين هنا بس عايز نقدر نحطهم. طب احنا كده محتاجين اربعة كمان عشان يتقلوا الوزن اللي هنا. وبعد كده هنقدر نقف هناك ونقدر نطلع الحاجات هنا اللي فوق. طب انا عايز اجرب حاجة يعني. ممكن بس اتنين ينفعوا ولا لا؟ خلينا نجرب حظنا. بتنزل يا شباب. لسه ناقص كمان اربعة لازم ندور عليهم. اه في واحدة هناك كمان. ماشي حبسنا.
تيدي اطلع. احنا محتاجين مساعدتك ناخد المنشار ده. شباب اتحبسنا للاسف كله عشان بجيب بس البتاع دي اللي معايا. في حاجه قاعده تتكسر. ده حد فتح لي. زي كنيتنا قلنا مكان جديد. والله بدأت تقلقني يا عم تيدي. والعيال اللي بتلعب اختفت. لحظة واحدة عايز اطلع هنا. اشوف بعد كده ايه اللي حصل. اه لسه موجودين زي ما هما. يعني نقدر نحطهم هنا كمان؟ يا حلاوة. شباب احنا شكلنا هنجمعهم كلهم من اماكن مختلفة وبعد كده هنحطهم هنا تاني. يبقى كده ناقصنا تلاتة. ماشي. يلا ما كنتش متوقع خالص. انا قلت بقى هنطلع هنا عادي والحياة تبقى حلوة. اكيد كل الحاجات تبقى موجودة هنا. طلع لا موجودين في اماكن ابعد. الالعاب هنا بس. لكن في عفريت بيلعب هنا. كمل كمل. في حاجة بتتحرك فوق يا جدعان زي رجلين. طابوت ده ولا ايه؟ في عندنا ماسك هنا؟ يا رب ما ينزل علينا بس. ما عندناش ماسكات نطلع هنا طيب؟ في ورقة؟ ماشي ناخد الورقة. تمام. للأسف ما عندناش ورقة ماسك هنا. يلا نركب الأسانسير. في واحد هنا يا سوس. أشوف مستخبي فين الشقي. هتبدأ تتحرك دلوقتي صح كده. يلا لف بينا. أصوات غريبة اسمع صوت مامك. ده حد ماشي قدامي يا جدعان. عفريت بسم الله ما شاء الله. حبيبي كمل كمل احنا ماشيين وراك. هشوف في جراحة على فين. لا شوفوا قلب الميت انا مكمل معاه. وقف هنا. في طريقين. ماشي نكمل طيب من الطريق ده الاول. يا ساتر. هو عندنا في واحد هنا كمان. بس الطوبه دي هنستخدمها ازاي؟ شغل بقى القلاسه شويه. بصوا بقى القلاسه لما تشتغل بتعمل شغل جامد. احنا هنجيب دي كده نسحب. ايوه يلا كمان شويه. حبه صغيره نشيلها بس من افرع الشجره ده. طب اطلع هنا. ايوه دي هتساعدنا اكتر. حلو يلا صح كده. يا سلام. افتح بقى بسرعه اوعى تيجي تفري انت كمان. اوعى يا خلصه. ناخد ده وناخد ده. حلو. واللعبه بدات تلعب لوحدها. في عفريت قاعد بي. يا ما شاء الله عليك. تبو يا عم اتدلع شويه. ساتر. في عندنا نفس الجاروف هنا وفي زي طلعايه. شيل بس الصناديق دي. في مكان من هنا شباب. طلع تيدي تيدي. خليك معايا على الخط. انا هنزل. استنى اشوف طيب الجنب التاني. احتياطي ممكن نلاقي ماسك واحنا ماشيين. شباب شكل الماسك تحت. ايه ده انا اتحبست ولا ايه؟ والله الكعبلة دي رمى الكعبلة يا جدعان. طلعوا لي كلهم قدامي مرة واحدة. كمل. التماثيل دي بتدوخني. تحس ان المكان كان مسدود. مش راجع تاني؟ كان في ثلاثة هنا بقوا اتنين. يلا يلا. التماثيل دي غريبة وعجيبة. ننزل هنا طيب؟ ايه يا عم تيدي؟ طلع فخ يا شباب. مات طيب الورقه دي. حطوها في وش المدفع. طب ده هنجيبه ازاي؟ استنى بس شيل تيدي دلوقتي على كام؟ اوضه على الطرف. ايوه خدناه. احنا لو وقعنا هنا مع السلامه. يلا نطلع تيدي. يلا 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 اجري بسرعه بسرعه بسرعه. ده زي كنا حد بيجر حاجه. كمل كمل.
افتح افتح بسرعة. يلا اطلع. الحمد لله. لو لقيت اي حاجة حاجة حد يفتدي واجرنا. هسيبه مع نفسه ويتعامل. كده الحمد لله طلعنا من اخر مكان. مش عارف احنا كده معانا كام. معانا تلاتة. هو ده اللي احنا محتاجينه بس كده. هنحطهم عشان اخيرا نقدر نطلع فوق الكوبري. بس يجري بسرعة. لا لا مش هينفع. مش من هنا الطريق. الطريق غلط هنا. نكمل زي ما احنا طلعت دي برضو احتياطي. ايوه خليك معانا يا عم. في حد زي كانه بيحفر هنا صح؟ في حد زي كانه بيحفر مقبرة. كمل كمل. نعدي بس المراجيح واللعب اللي هنا. اه حلاوة. امشي يا عم. هو ده الطريق الصح. اجري يا عم النونو. ايوه صح كده. قوم بقى. كفايه اللي احنا على اللي احنا فيه ده. يلا نحطهم سريع سريع. كله عشان الوزن بس. نحط دولة. اخيرا. اهو شوف العين بتاع. انهار اجري اجري بسرعة بسرعة بسرعة. ايوه. اخيرا الوزن ظبط. اطلع بينا بسرعة. الحمد لله. طلعنا بالسلامة يا شباب. هي ولا فين انت. كفايه يا عم. هعيط منك كده ما تستقبلش. كمل. صوره النونو دي ولا صوره مامته؟ شكلها صوره النونو. نطلع صح كده. كمل كمل. الاصوات اللي في كل مكان دي بتخلي الواحد متكهرب. واحد اتنين تلاته اربعه. طب فين الخامس؟ هو اهو الكوبري يا شباب. عشان اخد العجله اروح سريع سريع. ايه يا بوم في ايه؟ يلا يلا يلا. دحنا شباب. مش عارف ليه مش مطمن خالص للكوبري ده. عندي احساس ان هو هيختفي. طلعت لي احتياطي زي ما قلت لكم. اي حاجه تحصل هنجي حتفر ونجري. يلا يلا يا تيري. Do you want to hear the melody again? All right, one more time. Then it's time for bed. اوه عطتنا بتاعت الموسيقى دي. شكرا ليك يا ماما. ناخد برضو الورق ده. نجري من هنا سريع. نونو بيستهبل. Finally, we must be getting closer. We made it back. الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا شباب. والله بس كانت لذيذة. هنرجع تاني لنفس المكان اللي احنا دخلنا منه. هنطلع من الحلم. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. صح كده. طبعا شباب انا هقف لحد هنا في العجبه كان فيديو. ما تنسناش بقى باللايك. واتمنى منكم تشتركوا معايا في كونت لسه جداد معانا. وعايزين بقى شباب الحلقه الثالثه. عايزين نوصل الفيديو ده 10,000 لايك. وان شاء الله ابدا انزل لكم الحلقه الثالثه. اشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع اي سي تيوب جيمنج. يلا سلام.